Your Majesty, President al-Sisi, Secretary General of the United Nations. جلالة الملك، فخامة الرئيس، زملائي، أشكركم جزيلا. أشكرك جلالتك لهذه اللحظة الحاسمة. 8 أشهر بعد بدء النزاع، الحالة هي أصعب مما كانت من قبل. لا أريد أن أذكر من هم حاضرين في الغرفة عن هذا الأمر الذي يحدث، وأريد أن أبدأ من خلال اعتماد القرار 27-35 لوقف إطلاق النار لأسابيع طويلة وأشهر. طالبنا وقف إطلاق النار ووصول المساعدات الإنسانية وأيضا إطلاق سراح الرهائن. نطالب حماس وإسرائيل أن تستجيب بطريقة مسؤولة ويستغلوا الفرصة القابعة أمامنا، وهي نتيجة الجهود لقطر ومصر وأيضا الولايات المتحدة الأمريكية. وأيضا وقف إطلاق النار مهم جدا وإيصال المساعدة الإنسانية لغزة عند حاجتها. فدعوني أقترح 3 اقتراحات عما يجب أن نقوم به مع بعضنا البعض. أولا، يجب أن نزيد المساعدة الإنسانية وتدفقها إلى غزة، ويجب أيضا أن نتأكد أننا نستطيع أن ندخل القطاع ونصل إلى من هم بحاجة. في 2020 ضاعفت دولتنا إلى المساعدة في غزة، وأيضا التزامنا سيستمر وسيزيد في 2024. وأنا سعيد أن أقول أن إسبانيا ستحشد 60 مليون يورو أيضا لدعم فلسطين، وأيضا سندعم الآليات الموجودة من خلال القرار 2027 لزيادة المساعدات الإنسانية لغزة. وفي هذا الصدد أريد أن أؤكد دعم إسبانيا للأمم المتحدة، وخصوصا يجب أن نزيد دعمنا للأونروا، وهو أمر يجب أن تعمل بشكل كامل في غزة. عملها هو ضروري الآن أكثر من ذي قبل. وثانيا، يجب أن ندعم الامتثال للالتزام بالقانون الدولي الغزة بكارثة إنسانية، وهي تقوض القانون الإنساني. القانون الإنساني والأنظمة والقواعد الإنسانية والأطراف يجب أن تمتثل مع الإجراءات التي أصدرتها المحكمة الدولية، وهي وقف العمليات الاعتداء على رفح وأيضا وقف إعاقة المساعدات الإنسانية. هذه القرارات ملزمة لكل عضو من المجتمع الدولي، ولكن من الواضح أنها لم يكن هناك احترام لهذه القرارات. وفي هذا السياق قررت إسبانيا أن تشترك في الإجراءات التي قامت بها جنوب أفريقيا في محكمة العدالة الدولية. القانون الدولي يجب أن يسود. ثانيا، الدعم يجب أن يكون للسلطة الفلسطينية. الاستجابة الإنسانية وإعادة إعمار غزة هي مراحل مختلفة من هذه العملية التي سنعمل على تعزيزها اليوم، وهذا يجب أن يسهم لوجود الدولة ووجود حل الدولتين. وأيضا كما تعرفوا، دولتنا إسبانيا وإيرلندا والنرويج وسلوفينيا قامت بالاعتراف بدولتي فلسطين. هذه ليست طريقة رمزية، وهي ليست ضد إسرائيل. الدولة الفلسطينية هي الضمان الحماية الأساسي لإسرائيل وللمنطقة. قبل أسبوعين وقفت أمام الإسبان لأشرح أن العدالة والسلام والشمولية هي أساس قرارنا التاريخي. اليوم أقف أمامكم وأنا مقتنع تماما أن شعبنا يتوقع مننا أننا جماعة يجب أن نستمر ونعمل في العمل لتوقيف العمل أو ما يحدث في غزة، ونعمل لبناء مستقبل في الشرق الأوسط. أشكركم.